أم عبد المجيد من المدينة. يا أم عبد المجيد، يكون سؤالك مختصرا، تفضلي. أم عبد المجيد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك الشهر عليكم. وعليكم الجميع. تفضلي. والله أنا يا إيه، اكسر التلفزيون يا أم عبد المجيد، اكسر التلفزيون. يلا يا أم عبد المجيد. أنا عندي حساسية بالرجول. نعم. مرة يعني مرة مستهبه بالحيل، ما لا مني الضيط وكذا، مرة مرة شديدة علي. طيب. يجوز إني يعني أترك الوضوء ولا كيف؟ طيب، شكرا، واضح السؤال. أولا راجعي إلى الأطباء لعلهم يجدون علاجا لهذه الحساسية. ثانيا إذا كان الماء يؤثر تأثيرا شاقا عليك فإنك تكتفين بالتيمم، تغسلين الأعضاء الصحيحة، وإذا لم يبقى إلا الرجلين فإنك تتيممين عنهما. نعم، الحمد لله.